مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا. كالمعتاد أخبارنا النهاردة متنوعة، سواء فيما يتعلق بالأخبار المحلية والأخبار العالمية، وكمان الأهم بالنسبة لنا دايما أخبار النادي الأهلي واستعداداته لأي مرحلة من المراحل المقبلة، وده شيء بيهمنا كلنا كجماهير للنادي الأهلي. ضيف حلقتنا كالمعتاد يوم الخميس وكل خميس الأستاذ محمد اللؤوسي الناقد الرياضي بالأهرام، وهنستفيد في الحديث عن كل الملفات بمنتهى الجراءة وبكل ما هو جديد يخص هذه الملفات. قبل الحديث في بعض المواضيع نروح نشوف أهم وأبرز عناوين حلقة النهاردة، يلا بينا. الأهلي يدخل معسكرا مغلقا غدا ببرج العرب استعدادا لكانو سبورت. فايلر اطمئن على مروان محسن ومتولي واصل التأهيل. مؤمن زكريا يعود للقاهرة بعد رحلة علاج في ألمانيا. رسميا اتحاد الكرة يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني للمنتخب. البدري حققت حلم تدريب المنتخب وسأكمل مسيرة الجوهري وشحاته. المنتخب يقترب من مواجهة بوتسوانا وديا في اكتوبر المقبل. فضيحة التلاعب في التصويت على جائزة الأفضل تتصدر الصحف العالمية. طيب هنبتدي بأخبار المنتخب بالتحديد، لأن ده شيء بيهم كل الشعب المصري بكل أمانة طبعا، وكلنا بنتمنى دايما دايما التوفيق لأي جهاز فني بيكون متواجد وبيتولى هذه المسؤولية الصعبة والمرهقة جدا والمليئة أيضا بطموح كل الجماهير المصرية. بالتالي النهاردة كان الإعلان الرسمي عن تشكيل الجهاز الفني الخاص بالكابتن حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر من خلال مؤتمر صحفي كان بإحدى الفنادق الكبرى، وبحضور طبعا أعضاء اللجنة الخماسية وعلى رأسهم الأستاذ عمرو الجنايني رئيس هذه اللجنة المؤقتة، وكان بجواره زي ما حضراتكم شايفين كده في الصور الكابتن حسام البدري المدير الفني الجديد. في الحقيقة في بعض من الجوانب اللي ممكن نتحدث فيها سويا، وهو فيما يتعلق بتصريحات الأستاذ عمرو الجنايني وأيضا تصريحات الكابتن حسام البدري. نبتدي بالاستاذ عمرو الجنايني، واللي في الحقيقه الراجل ده واضح عليه ان هو بنفسه يعمل حاجه للكره المصريه من خلال تصريحاته، واعتذر كمان من خلال هذه التصريحات عن بعض التقصير اللي ممكن يكون بيواجه اللجنه وبعض الانتقادات بسبب ان الظروف دايما بتبقى صعبه في اداره الاتحاد المصري لكره القدم، وقال ان احنا مرينا بفتره صعبه جدا. لكن فيما يتعلق بموضوع محمد صلاح، وكان يهمني قوي واكيد يهم حضراتكم ان احنا نسمع تعليق رئيس الاتحاد المؤقت استاذ عمرو الجنايني بخصوص مشكله محمد صلاح، والراجل بكل وضوح وكل امانه قال ان انا ما كنتش موجود في التوقيت ده، يعني اختصارا لكلامه، ويعني بنحاول نستشف من كلامه اللي هو قاله بالظبط ايه، ان هو تولى المسؤوليه رسميا يوم 20 اغسطس، والملف ده كان بحوزه المسؤولين الاتحاد المصري لكره القدم بقياده ساعتها المدير التنفيذي اللواء ثروت سويلم، وهو اللي كان مسؤول في هذه الجزئيه يعني. فهو اللي يتسال بالتالي، ده معنى كلام الاستاذ عمرو الجنايني، لكن هو قال ان خطا اداري، ركز معايا زي ما احنا اتكلمنا امبارح، ان هو خطا اداري غير مقصود. طبعا هو غير مقصود، لكن دايما لازم ان احنا نتعلم من هذه الاخطاء. ده كلام الاستاذ عمرو الجنايني في موضوع محمد صلاح، مش عايز نتكلم بقى فيه اكتر من كده، احنا الموضوع كتل بحثا على مدار اليومين اللي فاتوا. لكن فيما يتعلق بالكابتن حسام البدري، الاستاذ عمرو الجنايني اتكلم وقال ان احنا اخترنا كابتن حسام البدري طبقا لمعايير كانت مهمه جدا في هذا الاختيار، وان كان في اجتهادات من الاعلام ومن الصحفيين بخصوص بعض الاسماء. قال ان الكابتن حسام بدري كان من ضمن الاسماء المطروحه وبقوه، واحنا لجانا للسي في بتاعه المليء بالخبرات والبطولات، فبالتالي استقرينا في النهايه على اننا نختار الكابتن حسام البدري. طبعا السي في بتاع الكابتن حسام بدري معروف جدا، بطولات عديده بالتحديد مع النادي الاهلي اللي عمل اسم كابتن حسام البدري سواء كلاعب او كمدرب او كمدير فني. بالطبع
فبالتالي قال ان احنا بنامل ان احنا نحقق كل طموحات الجماهير المصريه من خلال قياده الكابتن حسام البدري لهذه المسؤوليه. ده فيما يتعلق بتصريحات الاستاذ عمرو الجنايني بخصوص الكابتن حسام بدري وتعيين الكابتن حسام كمدير فني. وكمان بالمناسبه هو سئل عن التوازن في الجهاز الفني، هل التوازن ده مقصود ان يبقى في مثلا من الاهلي ومن الزمالك في الجهاز الفني؟ قال لا، الموضوع جاي صدفه مش مقصود. اشك في الجزئيه دي شويه، لكن تصريحه كان كده. حضراتكم بقى تستشفوا هل التصريح منطقي او لا، لكن في كل الاحوال هو الراجل قال كده ان الموضوع ما كانش مقصود وان احنا اخترنا طبقا للكفاءات فيما يتعلق بتشكيل الجهاز الفني المعاون. عايز اروح بقى للكابتن حسام البدري، لان الكابتن حسام البدري ليه ايضا تصريحات غايه في الاهميه النهارده بعد هذا المؤتمر الصحفي. التصريحات كانت طبيعيه في المؤتمر في الحقيقه، لكن بعد المؤتمر كان في بعض من اللقاءات مع الاعلاميين. والكابتن حسام بدري من ضمن او ابرز تصريحاته ان هو بيقول ان انا مش عدو للنجوم ولم ارفض وجود متعب في جهاز المنتخب. هو بيقول ان انا دايما الناس بتتكلم على ان انا عدو النجوم، ببقى عايز امشي لعيبه كتير اسماء كبيره لما كنت مثلا في الاهلي او في اي مكان بتولى المسؤوليه، لكن مش الكلام ده مش حقيقي. وانا من ضمن الناس اللي طلعت نجوم كتير جدا واظهرت نجوم كتير جدا للكره المصريه. هو بيدافع عن نفسه في هذه الجزئيه، وقال كمان ان هو ما رفضش وجود عماد متعب في جهاز المنتخب. وحضراتكم طبعا عارفين ان الكابتن حسام او كابتن عماد متعب بالتحديد كان مرشح بكل قوه ان هو يكون مدير للمنتخب. ده كان في حال تولي الكابتن ايهاب جلال الاداره الفنيه للمنتخب المصري لكره القدم، لكن بعد ما الكابتن حسام بدري تم الاعلان ان هو المدير الفني، فالكل توقع وتاكد ان عماد متعب مش هيكون موجود في الجهاز كمدير للمنتخب بسبب الازمات او كلام الكتير اللي دايما كان ما بين عماد متعب وحسام البدري. لكن هو رغم كده بيقول ان انا ما كنتش رافض وجود عماد متعب. كمان تطرق لجزئيه غايه في الاهميه، وده اللي بيهمنا بقى في الحقيقه. قال الكابتن حسام بدري ان الاهلي صاحب الفضل في تدريبي للمنتخب، وان هو لا يشعر بوجود فجوه مع جماهير النادي الاهلي. طيب اذا ده اعتراف حقيقي والناس كلها مقره بهذه الجزئيه بما فيهم الكابتن حسام البدري. اليوم وتصريحاته كلام كله طبيعي، في جزء من الدبلوماسيه الطبيعيه ممكن تكون مطلوبه بعض الاحيان، لكن في نفس الوقت هو بيقول ان النادي الاهلي ليه فضل كبير جدا عليا، ولولا النادي الاهلي ما كنتش وصلت لمكانتي كمدير فني لمنتخب مصر. وقال ان النادي الاهلي هو اللي عمل اسم حسام البدري سواء لما كنت لاعب في النادي او لما كنت مدير فني او مدرب. فبيقر وبيعترف اعتراف طبيعي جدا ان النادي الاهلي هو صاحب الفضل عليه بعد المولى عز وجل طبعا، يعني ان هو ما بيشعرش ان في فجوه ما بينه وما بين جمهور النادي الاهلي على حد كلماته هو وتصريحاته، ان علاقته دايما ما بينه وما بين جماهير النادي الاهلي علاقه جيده وقويه. دي تصريحات الكابتن حسام البدري. طبعا البعض تصريحات مش منطقيه، موضوع جمهور الاهلي ده جمهور الاهلي زعلان عشان الرواسب اللي حصلت والامور اللي حصلت والكلام من ده، لكن احنا بنقول لحضراتكم التصريحات بتاعه الكابتن حسام البدري كانت ايه النهارده. قال كمان ان هو ان هو يعشق الاهلي وجمهوره، وان هو اصبح مدربا للمنتخب بسبب الاهلي وجماهيره. يعني ايضا تصريحات مهمه من الكابتن حسام البدري. وفي الحقيقه هو بيحاول يستقطب اكبر قدر ممكن من الجماهير المصريه عشان تكون بتسنده وبتساعده، وده مطلوب جدا 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 ان يتم مسانده ودعم الكابتن حسام البدري بكل قوه. ليه؟ لان هو المدير الفني لمنتخب الوطني الاول، ودايما جمهور النادي الاهلي بينحي الخلافات في صالح مصلحه الوطن ومصلحه المنتخب الاول. المنتخب الاول ده بيهم جماهير الكره المصريه، وايضا بيهم بكل تاكيد جمهور النادي الاهلي الواعي جدا لمصلحه المنتخب. سين من المدربين سواء كابتن حسام بدري اي كابتن من الكباتن مسك مدير فني منتخب مصر، الجماهير الاهلاويه والجمهور المصري بشكل عام لازم يفضل في ظهره ويدعمه الى ان يجد جديد، لان يثبت لا قدر الله فشله في اداره المنتخب. لكن ان شاء الله باذن الله نتمنى له كل التوفيق في هذه المهمه الشاقه والمتعبه. وبالمناسبه عشان نبقى منطقيين،
لو جينا بصينا على الخمس اسماء اللي كانوا مطروحين بقوه ان هم يكونوا متواجدين على راس الجهاز الفني لمنتخب مصر، هنلاقي بخلاف طبعا الكابتن حسن شحاته اللي عنده قيمه كبيره وسي في عظيم جدا، هنلاقي ان افضل هذه السيفيهات الكابتن حسام البدري بعد الانجازات العديده اللي حققها مع النادي الاهلي كمدير فني بالتحديد، لان ده الاهم. فبالتالي ده شيء غايه في الاهميه بالنسبه للكابتن حسام البدري، والمسانده هتكون موجوده بكل تاكيد عشان المصلحه واحده وان منتخبنا باذن الله يعود لسابق عهده. كابتن حسام البدري اتطرق لموضوع المنتخب الاولمبي واتسال بعد المؤتمر الصحفي، قال له انت فشلت مع المنتخب الاولمبي، اسباب الفشل ده ايه؟ على حد تصريحاته هو قال ان انا ما كانش معايا القوام القوي اللي يقدر يساعدني ان انا احقق انجاز مع المنتخب الاولمبي، لكن انا بوعد ان شاء الله هنقدر نعمل حاجه مع المنتخب المصري الاول، ان انا همشي على غرار الكابتن محمود الجوهري والكابتن حسن شحاته المدربين العظام في تاريخ الكره المصريه. بصراحه مش مقتنع قوي بنسبه ان هو ما كانش معاه قوام قوي كمنتخب اولمبي، بالعكس كان معاه لعيبه جامدين جدا، لكن ممكن الظروف ما ساعدتوش، يعني ظرف او اي شيء اخر، لكن قوام كان موجود بصراحه. لكن ايضا في كل الاحوال باذن الله يكون موفق في اداره او الاداره الفنيه للمنتخب الوطني الاول. هو طبعا النهارده اعلن كمان على تشكيل الجهاز، بيتكون من مين؟ بيتكون من محمد بركات كمدير للمنتخب، تجربه هتكون فريده من نوعها، وتوقع كبير جدا مننا ان بركات باذن الله هينجح. ليه بقى؟ لعده اسباب. محمد بركات ممكن قدام الناس بتشوف ان هو بيهزر كتير، بيضحك كتير كمان من ده، لكن في الشغل، والدليل على كده في الشغل محمد بركات ما بيهزرش. اكبر دليل على كده ان احنا ما كنا بنتفرج على الكابتن محمد بركات في الملعب بيجري طول الماتش، بيتعب طول الماتش، بيعمل كل المجهود اللي عليه وما بيهزرش في الملعب، لكن هي بتبقى سمات شخصيه خارج الملعب. لكن هو كمان بركات كان ليه تصريح قال ان هو هيكون مركز جدا في ايجاد لائحه مناسبه للمنتخب هيتم التنسيق فيها مع الكابتن حسام بدري، وهيستفيد من خبراته الاداريه، لان في بعض الاحيان زي ما حضراتكم كنتوا عارفين كان الكابتن حسام بدري مدير كره بالنادي الاهلي بجانب تواجده كمدرب عام في الفريق مع الكابتن او مع مستر مانويل جوزيه طبعا هذه الفتره العظيمه. بجانب الكابتن محمد بركات كمدير للمنتخب، المنتخب بيحتوي ايضا على الكابتن طارق مصطفى والكابتن احمد ايوب، ركز في التايتل بتاع الاثنين مدرب عام. الاثنين مدرب عام، كابتن طارق مصطفى والكابتن احمد ايوب. المدرب المساعد للجهاز هو الكابتن سيد معوض، وطبعا نجم كبير جدا جدا. كمان الكابتن ايمن طاهر مدرب حراس مرمى، والكابتن انيس الشعلالي هو مخطط الاحمال، لو حضراتكم تفتكروا طبعا كان موجود في النادي الاهلي مع الكابتن حسام بدري، وفي الحقيقه مدرب احمال مميز جدا 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 وبيمتاز بشغله الرائع. بالتحديد في ظل تواجد الكابتن محمد بركات والكابتن سيد معوض، ده شيء هيكون غايه في الاهميه لسبب اهم قوي، ان الكابتن سيد معوض والكابتن محمد بركات الاثنين قيمه كبيره جدا في تاريخ الكره المصريه بشكل عام، حققوا بطولات كبيره جدا، بالتالي هيكونوا مقنعين للاعبين، هيقدروا ان هم ينقلوا الشخصيه المطلوبه واللي بتتمثل في شخصيه البطل التي يجب ان تكون متوفره عند لاعبي المنتخب المصري، واللي احنا افتقدناها خلال الفتره اللي فاتت وبالتحديد في بطوله الامم الافريقيه اللي كانت على ارضنا. هينجحوا في نقل هذه الشخصيه ونقل هذه الافكار والعقليه، اكيد هينجحوا لان هم اسمين كبار واستفادوا بشكل كبير جدا جدا من فتره تواجدهم في النادي الاهلي بالطبع، وفي فتره تواجدهم مع المنتخب المصري كلاعبين، بالاضافه طبعا للكابتن طارق مصطفى مدرب كبير جدا ومبشر جدا ومتابعينه، وشفنا تفوقه في الدوريات، مسك في الدوري المغربي اعتقد الدفاع الحسن الجديدي، مسك بعض الفرق هنا في مصر ونجح بشكل كبير، فايضا هو هيكون اضافه بجانب الكابتن ايمن طاهر مدرب حراس متميز، والكابتن احمد ايوب بالمناسبه طبعا استفاد بشكل كبير جدا من تواجده مع النادي الاهلي، فاعتقد ان هو جهاز متكامل مناسب باذن الله لقياده المنتخب الوطني المصري خلال المرحله الحساسه جدا المقبله. حساسه ليه؟ لان بتتمثل في تصفيات الامم الافريقيه، تصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه في الكاميرون ان شاء الله، وتصفيات
كأس العالم، وده الأهم بالنسبة لنا. البطولتين في الحقيقة مهمين بالنسبة لنا، إن إحنا ننافس على الأمم الأفريقية مش بس نتأهل، وإن إحنا نوصل كأس العالم بعد ما وصلنا البطولة الأخيرة، ومرة دي نوصل وبتمثيل يكون جيد بإذن الله. كل التقدير والاحترام والدعم والمساندة للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام البدري. ده كان أهم ما دار في مؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر. طبعا أهم بالنسبة لنا خلال الفترة الحالية، بخلاف طبعا موضوع المنتخب، استعدادات النادي الأهلي. هنتكلم عن كل هذه الاستعدادات بعد ما نستعرض أهم الأخبار اللي اتكتبت على النادي الأهلي في الصحف النهاردة. يلا بينا. الأخبار. قبل مجد كانو سبورت، بعد غد الأهلي يستعيد أزارو وفايلر يحذر من الاستهتار. الأخبار المسائي. إراحة النجوم، الأهلي يجهز البدلاء لمواجهة بطل غينيا وأزارو جاهز. اليوم السابع، فايلر يجهز دكة الأهلي لمواجهة شبح الإصابات. الأحمر يواصل الاستعداد لبطل غينيا في التتش، والإعلان عن أول ألبوم رسمي خاص بالنادي يتضمن تاريخه ورموزه ونجومه وبطولاته. الأهرام. الأهلي يعدل برنامجه التدريبي بسبب نقل مباراة كانو سبورت إلى برج العرب. الجهاز الفني يعلن جاهزية سعد ومحمود وأزارو، وحسين السيد يتعهد بمفاجأة في عقده. الشروق. نقل مباراة الأهلي وكانو سبورت لبرج العرب بحضور 5000 متفرج. مرجان نقدر الاعتبارات الأمنية والالتزام الجماهيري يؤدي لزيادة الأعداد في المستقبل. المساء. بحضور 5000 مشجع الأهلي وكانوا على استاد برج العرب، عودة سعد سمير للتدريبات الجماعية وصلاح محسن يقود الهجوم. الجمهورية. بعد 270 دقيقة لعب، 8 لاعبين يقتحمون قلب فايلر في الأهلي. نبتدي بإيه؟ نبتدي بالأخبار. الأخبار بتم على إن قبل مواجهة كانو سبورت بعد بكرة إن شاء الله مواجهة غاية في الأهمية، رغم النتيجة المميزة اللي قدر النادي الأهلي يفوز بها في مباراة الذهاب، لكن تبقى هذه مباراة مهمة لعدة اعتبارات، كونها مباراة مؤهلة إن شاء الله لدور المجموعات، وأيضا تقدر تستكشف فيها كمدير فني جديد مستر فايلر إمكانيات بعض اللاعبين بشكل أكبر وأفضل بإذن الله. الأهلي يستعيد أزارو، أزارو موجود في قائمة هذه المباراة بإذن الله تعالى، لكن مش شرط أنه هو يبتدي أساسي. فايلر يحذر من الاستهتار، وده شيء مهم جدا من خلال محاضرات مستر فايلر مع اللاعبين، وخصوصا ان انت خلاص يعني اكيد عملت نتيجه ايجابيه كبيره جدا 2-0 بره ارضك، فممكن عندنا العاده اللاعب المصري، لكن هي مش موجوده طبعا في لعيبه النادي الاهلي طبعا باذن الله، يعني ان نستقل شويه بالفريق. لا، الكلام ده مش هيكون مطلوب اطلاقا، لازم تلعب المباراه منتهى الجديه عشان تقدر تكمل الرساله الخاصه بالمنافسه بمنتهى القوه على بطوله دوري ابطال افريقيا. ومش بس المنافسه، احنا عايزين البطوله باذن الله من لاعبتنا الكبار، عايزين نقرب من الصوره بشكل اكبر. نروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، عايزين نطمن على مران الفريق النهارده واستعداداته لمواجهه كانو سبورت بعد غد باذن الله. كالعادة أمير، طبعا الاستعدادات كلها جدية والروح معنوية مرتفعة جدا للعيبة النادي الأهلي بالتحديد والجهاز الفني بعد العروض المميزة والجدية والإصرار اللي احنا بنشوفها وشخصية النادي الأهلي اللي بنأكد عليها في كل المباريات، مدية حافز كبير جدا. وأيضا كمان النقطة المهمة أمير قبل ما أتكلم في التدريب، وهو جمهور النادي الأهلي. عايز أنقل لك كل لعيبه النادي الاهلي في قمه سعادتها وعندها تركيز كبير لحضور الجماهير اللي ان شاء الله بنتمنى الفتره اللي جايه وبطوله الدوري العام يكون في حضور ولو عدد بسيط، زي ما بنقول لو العدد بسيط لكن جمهور النادي الاهلي غير، بيكون دافع وحافز لكل اللعيبه. وزي ما شفنا المباراه الاخيره مباراه الزمالك اللي ادى فيها جمهور النادي الاهلي رساله كبيره جدا، فان شاء الله باذن الله منتظرين
من جمهورنا الكثير في مباراه العوده اياب دور ال 32 الاهلي وكان سبورت ان شاء الله باذن الله على استاد برج العرب يتزين الاستاد بالجمهور وان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان يخطو خطوه اماميه لدور المجموعات ان شاء الله باذن الله. النهارده امير كالعاده التدريب مستر ريني فايلر، التدريبات اللي بتسبق للماتشات بيكون كله تدريب خططي وتصحيح بعض الاخطاء، وده اللي يمكن الراجل شغال عليه بشكل كبير جدا في التدريبات. بالنسبه ايضا للتمركزات خط الدفاع خط الهجوم، الراجل بيحاول ان هو يشتغل بشكل كبير، وفي استجابه سريعه للاعبين زي ما بيقول استجابه لمستر رينيه فايلر، في استجابه ايضا كمان لحراس المرمى ومستر ميشيل ايضا كمان مدرب حراس المرمى، الراجل انسجم سريعا جدا زميلي امير، وايضا كمان حراسه المرمى وحراس المرمى بالتاكيد يمكن كل الحراس، انا مش عايز انسى حد، لكن كل الحراس في استجابه كبيره في تحدي كبير في منافسه كبيره جدا وقويه جدا في حراسه المرمى، لكن اكيد بتبقى الرؤيه الفنيه للجهاز الفني المستر رينيه فايلر، الكل بيجتهد لخدمه النادي الاهلي. الحاجات المطمئنه ايضا كمان يا امير وبناكد عليها من خلالك خلال البرنامج ومن خلال قناه الاهلي، وهو وليد ازارو اللي بتمنى له ان شاء الله يكون في قمه تالقه وفي حاله دفع بيه، في حيره كبيره للجهاز الفني صلاح محسن هل وليد ازارو، لكن رؤيتنا امير يعني نسبه كبيره وليد ازارو هيكون نسبه كبيره جدا في التشكيل الاساسي لفريق النادي الاهلي. التشكيل الاساسي ده لابدينه من التدريبات ولابدينه من التحفيز والتركيز والتعليمات المستمره لريني فايلر لوليد ازارو بعد الضغط طبعا في ثلث الملعب الامامي، يمكن الراجل واضح رؤيته وراجل بيقرا القراءات قويه جدا وهامه جدا للمباريات، الراجل اكيد حاطط واجبات جديده لوليد ازارو سواء واجبات هجوميه ودفاعيه، وده اللي بنتمناه وبنامله وليد ازارو واحد من النجوم النادي الاهلي ان شاء الله يستعيد مستواه من جديد باذن الله، كمان يكون كالعاده اهداف لفريق النادي الاهلي، الدوري صعب وبطوله صعبه وبطوله افريقيه صعبه، محتاجه كل اللاعبين يا امير، وايضا كمان التجهيز للكل، يعني الراجل كان الفتره اللي فاتت بيحاول ان هو يبقى في فصل شويه لبعض اللعيبه المستبعده اللي ما بتشاركش في المباريات، لكن من الواضح خلال اليومين اللي فاتوا بالتحديد الراجل بيجهز كل اللعيبه، لان من كثره الاصابات او الاصابات طبعا اللي يمكن بتقابل بطله كبير جدا للجهاز الفني، فمحتاجين ان الكل ان شاء الله يكون جاهز، وده اللي بنشوفه في ملعب بمختار الكتف ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي موفق في مباراه الاهلي وكان سبورت. نقطه مهمه كمان يا امير، بكره مش هيكون في تدريب استاذ مختار الكتف، التدريب هيكون في الاسكندريه كالعاده، النادي الاهلي بيتدرب كخمسه او اربعه عصرا ثم يتوجه الى معسكر مغلق، لكن بعد التنسيق مع كابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني تم خلاص الاستقرار على السفر غدا بدون تدريب، والتدريب ان شاء الله الاخير لفريق النادي الاهلي يكون في ملعب الفرع لاستاد برج العرب او في احد الفنادق طبعا اللي بيكون فيها النادي الاهلي، ان شاء الله الامور كلها تكون في مصلحه النادي الاهلي. بالتالي السفر الساعه كام يا كريم بكره ان شاء الله؟ يمكن السفر خلاص يعني ممكن نقول الساعه 10 او 11 الصبح النادي الاهلي يجمع الاهلي الكبيره ويتوجه مباشره الى الاسكندريه، على ان كل التدريب ان شاء الله كالعاده في تمام الساعه الخامسه، تدريب اكيد هيكون اخير في لمسات اخيره في تشكيل في ان شاء الله باذن الله كل الامور امير تتوافق مصلحتنا، لعيبتنا تكون في الميعاد، جمهورنا يكون في قمه حماس وتشجيعه، وان شاء الله كالعاده نفرح باذن الله بعد هذه المباراه ان شاء الله. طيب كريم، فيما يتعلق باليو ديانج وانت قريب من التدريبات، هل تابعت النهارده اليو ديانج وقدرت تستشف مدى امكانيه تواجده في التشكيل الاساسي او الاعتماد عليه كبديل في مباراه كانو سبورت؟ يمكن دي النقطة اللي أنا كنت بكلمك فيها في البداية، إن هو الراجل بيجهز الكل، بيجهز اليو ديانج واضح، يعني الراجل بيحاول إن هو يعني يحط اللعيب في المكان اللي هو يقدر يفيد بيه النادي الأهلي، وفي نفس الوقت اللعيب يظهر بشكل مميز ويظهر بشكل جيد، دي من الحاجات اللي الواحد لمسها مع مستر فايلر من أوائل اليومين اللي متوقع بشكل كبير إن يكون في عدد كبير من اللاعبين ظهور جديدة لم تشارك في المقابلة الأساسية في النادي الأهلي، وأيضا بين قوسين يقدر اليو ديانج اللي من الوارد أيضا تدريب الغد يكون في اي حاجه، لكن من الوارد ان الراجل حابب ان هو يشوف اللعيبه وبياكد الراجل على طول انا مش هبص للتقارير، انا هحاول انا ابص على لعيبه ارضيه الملعب، ودي حاجه تحسب للجهاز الفني تحسب لمستر رينيه فايلر، لان على الطبيعه الموضوع بيكون مختلف بشكل كبير، ممكن الامور تكون ظروف ما حكمتش ان اللعيب يكون متواجد بصفه مستمره، لكن على ارضيه الملعب والمباراه في نفس التحديد بتخلي الراجل يحكي بشكل كبير، فان شاء الله باذن الله كل اللعيبه اللي ما حكمتش فرصه خلال المباريات الماضيه باذن الله بمجرد وجود ان يكون في فرصه ليها تكون متالقين ويحجزوا ليهم ان شاء الله مكان في التشكيله الاساسيه لفريق النادي الاهلي ان شاء الله. طيب كريم، فيما يتعلق بمحمد محمود وسعد سمير، هل بيشاركوا في تدريبات بشكل كامل بما فيها التقسيمه ولا لسه ما دخلوش في التقسيمه اللي بتبقى مع نهايه كل مره؟ يمكن نقدر نقول يعني الموضوع تدريجي شويه، يعني طبعا هم الالتحامات بتبقى قويه جدا في التقسيمه زي ما بنأكد، لان الحماس والجديه هي
غالبة على اللاعبين، لكن الاستدامه مش قادر نقول بياخدوا 70 و85% من التدريب بالكامل. دي مرحله كبيره جدا ومرحله كويس جدا فيها بشكل كبير. فمن الواضح ان شاء الله باذن الله يعني نقدر نقول خلال بعد المباراه دي او خلال اسبوع او اربع ايام نقدر نشوف بعد كبير باذن الله سعيد قوام الجديد محمد محمود اللي الناس منتظراه طبعا بشكل كبير جدا باذن الله ان هو يكون متواجد واحد من اللعيبه المميزه. لكن اقدر اقول لك ان هو تدريجيا يعني سرعان متوسع بالنسبه لتدريبات الكره والتدريبات اللي فيها طبعا اشتراطات او فيها التحامات توزع بشكل كبير. لكن ان شاء الله باذن الله كل لعيبه تعود من جديد بمروان باذن الله يعني ان شاء الله يعني باذن كل اللعيبه ان شاء الله باذن الله تعود من جديد لصفوف النادي الاهلي وتشارك الاستراتيجيه الفرحه الكبيره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. زميلنا المتالق دائما كريم احمد مراسل قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على هذا التقرير الوافي والمتكامل فيما يتعلق باخر اخبار الفريق واستعداداته لمباراه كانو سبورت يوم السبت باذن الله على استاد الجيش برج العرب الساعه 8 مساء. كل توفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. نكمل اخبارنا في الصحف نبتدي او ندخل على الاخبار المسائي. الاخبار المسائيه قال ايه؟ راحت النجوم، الاهلي يجهز البدلاء لمواجهه بطل غينيا وازارو جاهز. يعني اوكي في جزئيه مهمه جدا في هذا الخبر ان لسه ما فيش لاعبين اساسيين مع مستر فايلر خلال الفتره الحاليه عشان نقول ان في بدلاء هيشاركوا في مباراه كانو سبورت. بدليل ايه حضراتكم؟ بدليل ان مستر فايلر الثلاث مباريات لعب بثلاث تشكيلات مختلفه، او مش عايز اقول التشكيل كله كان مختلف، يعني ثلاث اربع لاعبين في كل مباراه بيتغيروا، فبالتالي لسه ما فيش مجموعه اساسيه نقدر نقول ان دول اللي بيعتمد عليهم مستر فايلر عشان نقول ان في بدلاء هيشاركوا. لكن في كل الاحوال هي مرحله للتقييم من الجهاز الفني للاعبين هذه المرحله الحاليه من خلال المباريات اللي بتتلعب، وشيء يحسب لمستر فايلر ان هو وهو بيقيم اللاعبين بيكسب، ومش بيكسب مباريات سهله، بيكسب مباراه خارج ارضه ومباراه سوبر مع نادي الزمالك وبطوله كانت مهمه جدا واداء كان اكثر من رائع، ومباراه اخرى كانت غايه في الصعوبه مع نادي سموحه. فبالتالي البدايه بكل تاكيد اكثر من رائعه لمستر رينيه فايلر، وان شاء الله نتمنى له كل التوفيق في اللي جاي ويكمل باذن الله على هذه البدايه. نروح لخبر بقى مهم قوي في الاهرام، هنعلق عليه شويه. الاهرام بتقول ايه؟ بتقول الاهلي يعدل برنامجه التدريبي بسبب نقل مباراه كانو سبورت الى برج العرب، وده خلاص يعني زي ما قال لنا كريم كده، الفريق بدل ما هيتمرن بكره في استاد مختار التتش هيسافر بدري باذن الله ويتمرن هناك في الاسكندريه بتحديد في مدينه برج العرب عشان يستعد من خلال مران اخير لهذه المباراه. الجهاز الفني يعلن جاهزيه سعد ومحمود وازارو. سعد ومحمود جاهزين لسه ما شاركوش في التمرين بنسبه 100%، هم شاركوا زي ما قال لنا كريم ايضا نسبه 75%، تبقى المشاركه في التقسيمه الخاصه بالفريق مع نهايه كل مران، فبالتالي هم مش متاحين عشان برضو كان واضح، هم مش متاحين للجهاز الفني في مباراه كانو سبورت، لكن فيما بعد قد يتم الاستعانه بهم في مباريات اخرى للنادي الاهلي. ازارو جاهز طبعا وهيكون متواجد زي ما قلنا حضراتكم في القائمه، وربما كمان على حسب اللي كريم قاله لنا مراسل قناه الاهلي ان ازارو ممكن يبتدي اساسي، واكيد المنافسه هتبقى قويه ما بينهم وما بين صلاح محسن. حسين السيد بقى هي دي الجزئيه اللي عايزين نعلق عليها. حسين السيد اتعهد بمفاجاه في عقده. ايه هي يعني المفاجاه اللي هتحصل؟ يعني لما تيجوا كده نتوقع مع بعض، بس ايه هي المفاجاه اللي هتحصل؟ حسين سيد عنده عقد مع النادي الاهلي، عقده لسه ممتد. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه حسين السيد مقيد في صفوف النادي الاهلي في القائمه المحليه. فايه هي المفاجاه اللي ممكن تكون في عقد حسين السيد اللي بيتعهد ان هو ينفذها؟ طبعا ده كلام على عهده الزميل والصديق العزيز بالمناسبه اللي كاتب هذا الخبر، لكن يعني حتى لو بيستنتج استنتاج غير منطقي بالمره يعني. فالامور مستقره، حسين سيد موجود في النادي الاهلي، الامور طبيعيه جدا، بيربطوا بالنادي الاهلي تعاقد وحب كمان، لان حسين سيد من الاهلاويه قوي واللي من ابناء النادي الاهلي وحاجه جامده يعني. نكمل نخش على الخبر اللي بعده، نروح للشروق. نقل مباراه الاهلي وكانو سبورت البرج العرب بحضور 5000 متفرج. طبعا جمهور النادي الاهلي هينور الاستاد كما هو المعتاد في اي مباراه في اي مكان،
وبيكون السند الأساسي والرئيسي في فوز النادي الأهلي بإذن الله تعالى. مرجان بيقول نقدر الاعتبارات الأمنية، ده شيء طبعا مفروغ منه، والالتزام الجماهيري يؤدي لزيادة الأعداد في المستقبل، وده اللي حريص أكيد عليه جدا جدا جمهور النادي الأهلي اللي بيتمنى أنه هو يحضر كل المباريات بأكبر كم ممكن من الأعداد الخاصة بجماهير النادي الأهلي، فبالتالي ده هيحصل بالالتزام وبإذن الله زي ما احنا متعودين دايما من جمهور النادي الأهلي أنه يكون ملتزم علشان مصلحة فريقه اللي تتمثل في تواجد الجمهور في ظهر الفريق دايما في أي حدث وأي مباراة من المباريات. نروح للجمهورية، آخر خبر هنعلق عليه مع بعض بخصوص أخبار الأهلي في الجرايد. بعد 270 دقيقة لعب 8 لاعبين يقتحمون قلب فايلر في الأهلي، يعني هما بيقولوا إن في عدد من اللاعبين خلاص حجزوا أماكنهم وإن مستر فايلر مقتنع بيهم اقتناع تام. اللاعبين هما مين؟ في متن الخبر قايلين إن محمد الشناوي، علي معلول، رامي ربيعة، حمدي فتحي، السولية، أفشة، حسين الشحات، رمضان صبحي. هي أسماء منطقيا جدا إن هي تكون في حسابات مستر رينيه فايلر بشكل كبير، لكن بالمناسبة لسه مفيش حد لحق يقنع مستر فايلر، وربما يقتنع بحد آخر ما يكونش لاعب في الثلاث ماتشات اللي فاتوا، يلعب الماتش الجاي أو الماتشين اللي بعديهم فيقتنع بيه أكتر، يعني كلها أمور سابقة لأوانها، لكن هم أسماء كبيرة. وفي الحقيقة حضراتكم لما تيجوا تفكروا كده وتستعرضوا قائمة النادي الأهلي بشكل كامل، الـ30 لعيب أسماء جبارة يعني. فإن شاء الله بإذن الله كلهم يقتحموا قلب مستر فايلر ويقدر إن هو يختار بأريحية كل تشكيل خاص بكل مباراة، والأهم دايما بالنسبة لنا إن التوفيق يفضل محالف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة من خلال السياسة الفنية والاستراتيجية المميزة حتى الآن من مستر رينيه فايلر. بإذن الله كل الدعوات والتوفيق لنادينا العظيم النادي الأهلي. دي كانت أخبار الأهلي في الجرائد، أخبار الأهلي في المواقع إيه؟ يلا الموقع الرسمي للنادي الأهلي. الأهلي يتوجه إلى الإسكندرية غدا لمواجهة كانو سبورت. اليوم السابع فايلر يحسم صراع صلاح محسن وأزارو قبل مباراة الأهلي وكانو سبورت. مبتدأ فايلر يدرس الدفع ببعض البدلاء في مواجهة كانو سبورت. البوابة سبورت فايلر يستفسر من طبيب الأهلي عن حالة مروان محسن. سوبر كورة متولي يواصل أداء جلسات العلاج الطبيعي بالأهلي. فيتو طاقم تحكيم مباراة الأهلي وكانو سبورت يصل القاهرة اليوم. الوطن سبورت مؤمن زكريا يعود للقاهرة بعد رحلة علاج في ألمانيا. 1-3 محسن صالح يقترب من العودة للأهلي. في الجول الأهلي يقرر تصعيد هنا جودة إلى فريق تنس الطاولة الأول. نبتدي بإيه؟ نبتدي باليوم السابع. بيقول فايلر يحسم صراع صلاح محسن وأزارو قبل مباراة الأهلي وكانو سبورت. طبعا هو صراع مفيد جدا للفريق في خط الهجوم، واثنين لاعبين كبار جدا، واكيد كنا نتمنى تواجد مروان، لكن مروان اصابته للاسف هتعطله فتره، لكن الاقرب زي ما سمعنا كده من خلال مراسلنا العزيز ان ازارو هو الاقرب للبدء في هذه المباراه، لكن منطقيا طبعا هي كلها امور خاصه بمستر فايلر، هو اللي اضرب كل حاجه، هو اللي شايف اللعيبه قدامه، لكن الناس ممكن تفكر تقول لك ده ازارو لسه راجع من اصابه، فتعتقد بشكل اكبر ان صلاح محسن هو اللي يبتدي هذه المباراه. عموما هنشوف يعني بعد بكره مين اللي هيبتدي، ففي العموم ان المنافسه في صالح الفرقه بكل تاكيد. يعني نروح ل البوابه سبورت. البوابة سبورت فايلر يستفسر من طبيب الأهلي عن حالة مروان محسن، ومستر فايلر كان حريص جدا على الاطمئنان على حالة نجمنا مروان محسن نجم النادي الأهلي، وتعرض لإصابة قوية نسبيا بكسر في عظام الوجه، ف
فبالتالي هيغيب مده حوالي من 5 لـ 6 أسابيع. بالمناسبه هو ده بالكتير يعني، مش اكتر من كده، لان بعض الصحف امبارح اكيد حضراتكم تابعتوها قال لك 5 شهور وكلام من ده. الكلام ده غير منطقي، وطبقا لكل تقارير الصادره عن النادي الاهلي ان مروان محسن هيغيب 5 أو 6 أسابيع عن الملاعب، وان شاء الله نتمنى له عوده سريعا لانه لعيب مهم بكل تاكيد. نروح لسوبر كوره، وفي اطار الاطمئنان على مصابي النادي الاهلي، متولي يواصل اداء جلسات العلاج الطبيعي بالاهلي، تقريبا غلطه مطبعيه عندهم مش حاطين اللام في جلسات، لكن المهم ان متولي احد اللاعبين المميزين جدا في النادي الاهلي، ادى وراه او ادى ثلث ساعه او اكثر شويه 25 دقيقه في مباراه الزمالك بمنتهى البراعه في الحقيقه، وهو كان اتصاب في المباراه اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 3-2 على الزمالك، وتوج النادي الاهلي بالسوبر، فبالتالي جاله شد في العضله الخلفيه، بيعمل بعض الجلسات العلاجيه او علاج الطبيعي، وبعد كده يخش في برنامج تاهيلي، وبعد البرنامج التاهيلي ان شاء الله يبتدي يشارك في التدريبات الجماعيه، وهيغيب ايضا من شهر لشهر ونص. ده بالنسبه لمحمود متولي، هذا اللاعب المميز. نروح لفيتو، بتقول طاقم تحكيم مباراة الأهلي وكانو سبورت يصل القاهرة اليوم. النهاردة هيوصل طاقم تحكيم من بوتسوانا علشان يدير مباراة الأهلي وكانو سبورت، مكون من جوشوا بوندو حكم ساحة، ميشاك ميدوبي ده الحكم المساعد الأول، ومساعد تاني اللي هو موجوموتسي موراكلي، ايضا ده هيكون من ضمن الطاقم، وتشيبو موكاني ده الحكم الرابع، وهيكون مراقب المباراه الحكم الاثيوبي او المراقب الاثيوبي سولومون ايبيبي، ودول اللي هيكونوا متواجدين وهيوصلوا النهارده علشان هذه المباراه. سريعا قبل ما اتكلم في موضوع غايه في الاهميه والناس كلها مهتمه بيه جدا، واحنا كمان عايز اطمن الناس على مؤمن زكريا من وطن سبورت. مؤمن زكريا عاد النهارده من المانيا. مؤمن زكريا راح هناك عمل بعض الفحوصات الطبيه الشامله على كل جسد مؤمن زكريا، والفحوصات دي هتوصل للنادي الاهلي وتقارير مختلفه عشان يتم الاطمئنان على حالته، وبعد كده يتم وضع العلاج الانسب لمؤمن زكريا. فبالتالي هو وصل النهارده بعد اسبوع، وان شاء الله هيكون في استمرار لهذا العلاج تحت اشراف طبعا النادي الاهلي والطبيب الالماني مع مؤمن زكريا. ايضا من وان ثري بيكلموا على الكابتن محسن صالح، ان الكابتن محسن صالح اقترب من العوده للاهلي، وهم قصدهم ان ده هيكون على حساب طبعا الشيخ طه اسماعيل اللي اعتذر عن مهمه رئاسه اللجنه الخاصه للتخطيط للكره، واعتقد ان هو اسمه قريب او من الاسماء القريبه جدا ان هي تتواجد في هذه اللجنه فعلا طبقا لموقع 1-3 الكابتن محسن صالح هذا المدرب الكبير. الخبر الاهم بقى في الحقيقه من ضمن الاخبار المهمه جدا النهارده جدا من في الجول، والاهلي يقرر تصعيد هنا جوده الى فريق تنس الطاوله الاول. هنا جوده دي مين بقى؟ هنا جوده دي بطله اهلاويه ممتازه اكثر من رائعه، واحده عندها 12 سنه. الاهلي عنده دينا مشرف في الفريق الاول، فدينا مشرف يعني احترفت في المانيا، فبالتالي قالوا خلاص احنا عشان نشارك في البطوله دي نجيب هنا جوده تشارك وتلعب البطوله، رغم ان هي عندها 12 سنه واللي بيلعبوا معاها اكبر من كده بكتير يعني 22 سنه 27 سنه. قدرت ان هي تفوز ببطوله الجمهوريه بعد ما تغلبت على لعيبه نادي الزمالك اللي عندها 27 سنه في مباراه كانت اكثر من رائعه بنتيجه 3-0 فتالقت، فبالتالي دي بطله كبيره جدا جدا من ابطال النادي الاهلي ومستقبل تنس طاوله في النادي الاهلي وفي مصر بالطبع، يعني حاجه تفرح. معنا على الهاتف الكابتن طارق، كابتن طارق فوزي المدير الفني او المدرب لهنا جوده ومدرب النادي الاهلي. يا كابتن طارق اهلا بيك. امير اهلا بحضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ تمام والله الحمد لله. يعني الف مبروك في البدايه الفوز ببطوله الجمهوريه، شيء مهم ومعتاد من النادي الاهلي، لكن المفاجاه الله يبارك فيك. المفاجاه ان هنا جوده صاحبه ال 12 عام قدرت ان هي تفوز وتقود النادي الاهلي في هذه البطوله، ازاي تم الترتيب لتواجد هنا اصلا في البطوله دي ومن ثم قدرت ان هي تحققها؟ سامعني يا كابتن طارق؟ والله معاك. اتفضل اتفضل. والله هنا ما شاء الله عملت بطوله اكثر من رائعه يعني، خصوصا انها مسابقه السيدات، ودي يمكن المشاركه الاولى ليها السنه دي بالشكل الكبير ده بعد التحسن الرهيب في مستواها
فكانت ما شاء الله يعني عملت بطولة هائلة جدا. ماتشات رائعة كلها، وكانت باين ان هي مش لعيبة صغيرة، هي لعيبة صغيرة فعلا في السن، انما امكانيات كبيرة جدا بتاعت لعيبات ابطال وكبار في السن. فما شاء الله من بداية البطولة هي ماشية بثبات لحد ما وصلت للمباراة النهائية وقدرت تكسب لعيبة المنتخب المصري فرح عبد العزيز 3-0 في النهائي، وده كان مباراة قوية طبعا جدا، ويعني ما شاء الله عليها، هي فعلا نجمة ونجمة كبيرة، أمل للأهلي والمصر طبعا كلها. طبعا نتمنى يا رب إن تستمر بهذا الشكل إن شاء الله، وتبقى لعيبة عالمية كمان بإذن الله، على المستوى الأكبر كمان إن شاء الله يعني. إن شاء الله بإذن الله. كنتوا متوقعين يا كابتن طارق إن هي تفوز بالبطولة، يعني رغم إن سنها صغير جدا بالمقارنة مع زمايلها اللي بتلعبهم في البطولة؟ والله هي مصعدة السنة دي لفريق السيدات، يعني أنا صعدت السنة دي قعدت أنا والكابتن أشرف مدير الجهاز واتكلمنا ولقينا إن هي مناسب جدا ليها إن هي تصعد لفريق السيدات، فهي مصعدة السنة دي لفريق السيدات في التمرين. مكسب البطولة يعني لا، ما حدش كان بيجزم ان احنا كنا متوقعين بيها ان هي تعمل حاجه كويسه. ايه الكويس بقى؟ يعني توصل فاينل، تدخل الاربعه، تاخد بطوله، يعني هو ما كناش لا طبعا عارفين هي الامور هتوصل لايه، انما احنا كنا متوقعين ان هي هتعمل حاجه هايله البطوله دي يعني. كيف يعني ما شاء الله كيرب كان طالع يعني. ازاي تم تأهيلها نفسيا؟ لان في الحقيقه موضوع صعب شويه ان حد يكون في السن ده ويشارك في بطوله كبيره للسيدات وتفوز بيها، فاكيد كان في تأهيل نفسي ومعنوي مهم جدا من حضراتكم كمدربين يا كابتن طارق. والله احنا بنتعامل معاها طبعا بشكل لائق، بس هي عندها ميزه يمكن لصغر سنها، فيمكن الكبير بيعمل حساب لكل مباراه وبيحط الموضوع في دماغه بشكل كبير ويبقى قلقان، يمكن لما يبقى الصغير في السن الموضوع بالنسبه له ما بيبقاش لود كبير عليه يعني. يعني هو عايز يلعب ويطلع لعبه ويظهر مستواه، وده بيشكل ضغط على اللعيب اللي قدامه خصوصا في المراحل السنيه الكبيره. ما انت لما يبقى لعيب صغير ما عندوش حاجه، ما عندوش مشكله، بيلعب باريحيه، انما طبعا الضغط الكبير بيبقى على اللعيب المنافس، فدي كانت في صالحنا يعني، واحنا ما حبيناش نضغط عليها في الحته دي، لان هي بتلعب بطبيعتها، وهي بطبيعتها ما شاء الله زي ما بقول لحضرتك هي السنه دي يعني فارقه جدا، وما كانش عندها ضغط من اي نوع، بالعكس هي عندها عزيمه كبيره جدا، وعندها يعني ثبات انفعالي ما شاء الله بتاع لاعبات كبار يعني. طيب هل هي اصغر لاعبه يتم تصعيدها للفريق الاول سيدات تنس الطاوله بالنادي الاهلي على مدار التاريخ؟ افضل لعيبه ايه معلش؟ اصغر لاعبه سنا يتم تصعيدها للفريق الاول لسيدات كره او تنس الطاوله؟ بالظبط بالظبط هي 12 سنه ما حصلتش قبل كده في التاريخ يعني ان حد في السن ده يلعب فيرست تيم. ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها اكيد. ما شاء الله عليها. بشكر حضرتك يا كابتن طارق وببارك لكم طبعا على الفوز ببطوله الجمهوريه، ده شيء اكيد معتاد، والقاب كتيره جدا تنس الطاوله في النادي الاهلي سواء رجال او سيدات بيقدروا ان هم يحققوها، ومؤخرا رجال تنس الطاوله بالنادي الاهلي جابوا لنا البطوله العربيه في ظروف كانت صعبه جدا، فبالتالي كل التحيه والتقدير لمدربي تنس الطاوله بالنادي الاهلي وللاعبي ولاعبات تنس الطاوله بالنادي الاهلي، وبالتحديد هنا جوده اللي نتمنى لها طبعا استمرار على هذا المنوال، وان هي تكون افضل وافضل كمان وتجيب بطولات عديده للنادي الاهلي ولمصر باذن الله. عايز اروح للاخبار المحليه والعالميه، اتكلمنا خلاص في اخبار الاهلي في الصحف والمواقع، هنروح نشوف اهم وابرز الاخبار المحليه والعالميه ونرجع مره ثانيه، يلا بينا. بوابه الاهرام، رسميا اتحاد الكره يعلن التشكيل الرسمي لجهاز المنتخب الوطني. صدى البلد عمرو الجنايني تعيين متحدث رسمي لمنتخب مصر ولن أترشح في الانتخابات المقبلة. بوابة اليوم، الجنايني يكشف أهم معايير اختيار البدري لتدريب المنتخب. بوابة سبورت، الجنايني هدفنا الفوز بأمم أفريقيا والتأهل للمونديال إن شاء الله. في اليوم السابع، عمرو الجنايني يرد على فكرة التوازن بين الأهلي والزمالك في اختيارات المنتخب. بوابة الشروق، البدري يعلن اقتربنا من مواجهة بوتسوانا وديا وهذا سبب رفض اللعب ضد البرازيل. الوطن سبورت، حسام البدري
حققت حلم تدريب المنتخب بعد 32 سنة وسأكمل مسيرة الجهري وشحاتة. سوبر كورة البدري، لست عدو النجوم، أنا من أحضرت متعب الطفل لصالح سليم. بوابة فيتو حسام البدري، لم نحسم ملف شارة القيادة داخل المنتخب. الفجر الرياضي، البدري يعلق على التعامل مع محمد صلاح وأزماته والتصويت بالفيفا. 1-3 شرط حسام البدري لعودة عمرو وردة لصفوف المنتخب. بوابة الشروق، رئيس اتحاد الكرة يكشف كواليس الخطأ الإداري في أزمة التصويت لصلاح. بوابة الوفد، بركات، سأستعين بخبرات البدري الإدارية وحريصين على التواصل مع الإعلام أكيد. مبتدأ، تغيير موعد قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما. الوطن سبورت، بالأرقام تريزيجيه وصل التألق ويحصل على ثاني أفضل لاعب في مباراة برايتون وأستون فيلا. سوبر كورة، فضيحة التلاعب في التصويت على جائزة ذا بيست تتصدر الصحف العالمية بالطبع. كورة، الفيفا يوصي بوضع سقف العملات وكلاء اللاعبين مهم. سبورت 360، رئيس رابطة الدوري الإسباني يأسف لعدم عودة نيمار. في الجول، برازيل يعود إلى يوفنتوس من جديد. الفجر الرياضي، نيمار يهرب من باريس سان جيرمان. موقع الكابتن، تقرير ميسي يقترب من الغياب عن برشلونة أمام إنتر. أس عربي، الاتحاد الفرنسي يقرر إيقاف ديمتري بايي 4 مباريات. كورة، يوفنتوس في ورطة قبل مواجهة سبال. طيب قبل ما نروح للفاصل، النهارده كان في مباريات وبدايه الاسبوع الثاني من مسابقه بطوله الدوري، فبالتالي في مباريات اتلعبت، يعني مباراه واحده هي اللي اتلعبت، مباراه حرس الحدود ووادي دجله. انا سبت المباراه قبل ما ادخل الهواء، كان 2-1 لوادي دجله، خلص 2-2 في مباراه كانت قويه جدا وكانت في استاد الماكس ملعب حرس الحدود. النهارده الساعه 8 كمان هيكون في مباراه انبي وطلائع الجيش، مباراه هتكون غايه في القوه. كمان بكره باذن الله اللي هو الجمعه مباراه نادي اف سي مصر مع اسوان، ويوم السبت مباراه المقاولين العرب مع سموحه، مباراه هتبقى قويه طبعا. يوم الثلاث 1 اكتوبر، ده كل دي مباريات طبعا ايه الاسبوع الثاني من مسابقه بطوله الدوري. يوم الثلاث ان شاء الله اتحاد السكندري والجونه، ويوم الاربع في ماتشين الاسماعيلي والمصري، مباراه تبقى قويه جدا كمان، والاهم طبعا مباراه الاهلي والانتاج، ده يوم الاربع. ويوم الخميس هيكون في مباراه كل من طنطا وبيراميدز ومصر المقاصه والزمالك، دي مباراه الاسبوع الثاني من بطوله الدوري. هروح لفاصل، بعد الفاصل الفقرة المهمة والمحببة والمميزة جدا جدا، هينورنا وشرفنا في الاستوديو في فقرة حوارية غاية في الأهمية مع الضيف العزيز الأستاذ الكبير الأستاذ محمد اللؤوسي الناقد الرياضي الكبير، وهنستفيد في الحديث في عدد كبير جدا جدا من الملفات على الساحة الرياضية المحلية والعالمية. استنونا بعد الفاصل. يا استاذ اسامه منورنا. تنورك يا امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا بينورنا ويشرفنا الاستاذ محمد الاوسي الناقد الرياضي الكبير، وزي ما حضراتكم تعودتوا دايما كل خميس بنناقش مع الاستاذ اوسي كل القضايا اللي حدثت على مدار اسبوع سابق في الساحه الرياضيه المصريه بالتحديد، واخر كمان وكل ما يخص اخبار النادي الاهلي اكثر تحديدا. بالتالي يا استاذ اوسي عايزين نبتدي بالمؤتمر الصحفي اليوم للاعلان عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق، وابرز ما لفت نظر حضرتك خلال المؤتمر الصحفي. يعني طبعا الحمد لله طبعا اصبح عندنا جهاز فني لمنتخب مصر، يعني كان ده منذ خروجنا من دور ال 16 من كاس الامم الافريقيه، ومنتخب مصر بلا مدرب بلا جهاز فني.
بلا توجه اضاء علينا ان المنتخب يلعب ماتشات في الاجنده الدوليه جيد. في الاجنده الدوليه كنت ممكن تكسب، كان ممكن يحسن تصنيفك، اللي انت سادس افريقي المفروض على الاقل نخش ضمن الخمسه الاوائل على الاقل، ونركز في ان احنا تصنيفنا يتقدم علشان ما نتحطش في مازق ومواجهات صعبه جدا في التصفيات القاريه التصفيات المونديليه في هذا الاتجاه. فالحمد لله ان تم استقرار اللجنه الخماسيه بقياده السيد عمرو الجنينه على كابتن حسام البدري وجهازه الفني الجديد. ان شاء الله خلاص الصوره وضحت واعلنت، ليس امامنا الان الا دعم هذا الجهاز بكل طبعاً قوه طبعاً وكل جديه وبتاع. عمليه ان حد يقعد ينقد يقعد يقطع يقعد يتكلم يقعد يتكلم عن خلافات عن ازمات عن بتاع، دعونا نراهم ماذا سيعملون ماذا سيفعلون ماذا سيقدمون لمنتخب مصر. هو ده الكامل المهم، هو ده الكامل اللي احنا منتظرينه منهم. انا الحقيقه يعني انا شايف ان اختيار موفق في ظل الاسماء اللي كانت مطروحه طبعا. مع التقدير والاحترام لكل الاسماء أكيد. وكل منهم قادر على قياده المنتخب، بل ان منهم من حقق انجازات غير مسبوقه طبعا مع المنتخب طبعا، واقصد الكابتن حسن شحاته. اعتقد ان هذه مرحله كابتن حسام البدري يستطيع ان يقدم شيئا مهما لنفسه ولبلده ولكل عشاق كره القدم في جمهوريه مصر العربيه. فرصه كبيره. انا شفت النهارده برضو ازداد قناعتي لانه اكثر هدوء أكثر استقرارا، نبرة تصريحات مختلفة، رؤية مختلفة. يمكن يعني أول ما من المرات اللي تشوف حسام بدري هادي كده ومركز هو ذكي وبيحاول يكسب كل الأطراف، بيتكلم عن الجمهور، بيتكلم عن الأهلي، بيتكلم عن الزمالك، بيتكلم عن حتى لما كان عن مدرب قال لك أنا ما عنديش مشكلة، فبيحاول يلم. وده شيء مهم جدا لأن حسام بدري الآن لم يعد ملكا لأحد، هو ملك لمصر كلها، هو ملك لكل الجمهور المصري، هو أمامه كله دلوقتي اللي هيدير عملية اللعيبة اللي في مصر كلها، أمامه القماشة بتاعت اللعيبة سواء المحترفين بره أو اللعيبة اللي موجودة في ال 18 فريق اللي موجودين في الدوري الممتاز. فطبعا شيء مهم جدا. الجهاز اللي موجود أعتقد أن هو اللي مختاره طبقا لما أعلن وطبقا لما قال وطبقا لما أكد السيد عمرو الجنايني، فهم بيأكدوا أن هو الكابتن حسام اختاره. خلاص الكابتن حسام اختار هذا الجهاز وما فيش اي حاجات توافقيه، ما فيش عناصر من الاهلي وعناصر من الزمالك، الكلام ده زي ما هم اعلنوا. مش عايزين نتكلم في الجزئيه دي خالص، خلينا نمشي ان دول ما نتكلمش فيها يا استاذ روسي. لا يعني الناس احنا دول بتوع منتخب مصر. اوكي هم بتوع منتخب مصر وهنسنده خلاص، هو ده الجهاز الفني طبيعي جدا، حتى لو جهاز فني غيره هنسنده هندعمه تمام. لحد لما لا قدر الله يفشل زي اجيري كده هنبتدي بقى نشوف اسباب الفشل ايه، بس ان شاء الله ينجح باذن الله. انا بقول لك لا قدر الله ان شاء الله انا بتوقع له مشوار طيب في امم افريقيا وان شاء الله يقدر يحقق باذن الله باذن الله. وكلنا ثقه في الكابتن حسام بدري مدرب بخبرات. لكن انا عايز اسالك في حاجه بس، موضوع التوافق. الاستاذ عمرو الجنايني قال النهارده ان احنا ما كناش قاصدين ان احنا نجيب اثنين من الاهلي واثنين من الزمالك وكلام من ده. هل الكلام ده البعض، انا بتكلم تساؤلات الجماهير، هل الكلام ده ممكن يكون منطقي ولا كان في توافق وكان تم عرض بعض الاسماء على الكابتن حسام البدري ويا اما يقتنع ويوافق عليها يا اما ما اقتنعش، هو الراجل يختار اللي هو عايزه في الاول وفي الاخر هو الرجل الاول. حتى لو اعتبرنا ان في توافق وان في كلام فالاسماء المطروحه، لما نتكلم على حد كابتن طارق مصطفى طبعا، فهو يعني كابتن طارق يعني شخصيه محترمه أكيد جدا أكيد. ورجل قاد وليه خبرات وليه تجارب تدريبيه وليه تجارب كمدير فني كمان وقاد فرق في الدوري المغربي، يمكن ما كانش ليه فرص كبيره هنا في الدوري المصري لكن قدر يقود تجارب وليه بصمه وليه فكره وليه رؤيه محترمه. اعتقد ان هو هيكون اضافه مع كابتن حسام البدري، لكن كابتن حسام البدري لديه اصرار ان هو الكابتن احمد ايوب الساعد الايمن الكابتن حسام بدري، دول مدربين طبعًا يعني طبعًا. دول مدربين على يعني على خط واحد يعني، ويجي بعديهم كابتن سيد معوض. يعني احنا نتمنى ان يسود روح من الحب، روح من التقارب، روح من التعاون، روح من الاخلاص، لان الكابتن حسام بدري في بعض الاوقات هيحتاج لمن يعني عقل اخر بجواره، يحتاج لمن ينصحه، لمن يتحدث معه، لمن يعني يتكلم معه حتى اثناء الماتشات او قبلها وفي اختيارات اللعيبه، محتاج ناس يعني عندها عيون خبيره في اختيار اللعيبه، فده كله هيساعد كابتن حسام البدري طبعًا. فاي حد موهوب في الجهاز الفني هيكون اضافه، واعتقد ان هو مختار ناس يقدروا يساعدوه على هذا الامور. عندك كابتن بركات من طبعا، انا بقى كنت عايز اكلم حضرتك على كابتن بركات، لكن كابتن حسام البدري هو اكبر اضافه حقيقيه فعلا لمنتخب مصر وبنسنده وبندعمه ان شاء الله باذن الله يكون موفق. لكن ازاي بترى اختيار كابتن محمد بركات هذا النجم الكبير جدا وتواجد في مركز مهم زي مدير المنتخب المصري؟ يعني احنا ما نقدرش نحكم على بركات كمدير او مدير اداري للمنتخب او عمل في الجانب الاداري، لان ما شفناش كابتن بركات في عمل اداري خالص قبل كده. يعني كابتن بركات من ساعه ما اعتزل يمكن كان ليه بعض المحاولات والتجارب في برامج رياضيه خفيفه ظريفه، ضيف في حلقات،
لكن هو شخصيه جديره بالاحترام، جديره بالتقدير، تاريخ كبير. اعتقد انه رمز هيقدره اي لاعب في المنتخب. يعني لما يكون بركات موجود فده يحظى بالتقدير من اي لاعب، فده مهم جدا. يعني دعنا نرى تجربه بركات الاداريه ونحكم عليها، لانك انت ما تقدرش تصدر احكام مسبقه الا لما تشوف حاجات على ارض الواقع. المؤكد ان بركات هيواجه مواقف، هيواجه صعوبات، هيواجه ازمات، هيصدر عنه قرارات ويصدر عنه تصريحات وتصدر عنه انفعالات وتصدر عنه تصرفات. من خلال كل هذه الاشياء نقدر نقيم ونحكم على بركات، هل هو اداري ناجح ام غير ذلك. يعني زي كابتن سعد عبد الحفيظ، كابتن سعد دخل هذا المجال صغيرا بالزبط. واصبح الان من نجوم وعمالقه اداره كره القدم، ليس في النادي الاهلي فقط بل في مصر كلها. الاهلي مدرسه في تخريج كوادر اداريه، يعني ده على مر التاريخ، يعني موجودين اخرهم حاليا الكابتن سعد عبد الحفيظ، غير مجموعه كبيره جدا سواء الكباتن الاهلي اللي موجودين، فدول كانت لهم تجارب اداريه. فتقدر لما تقول لي مثلا الكابتن طارق سليم كانت تجربته ايه، نقدر نحكم عليه رحمه الله. كابتن صالح، كابتن حسن حمدي، كابتن خطيب، كابتن ثابت البطل، كابتن علاء عبد الصادق، كابتن محمد رمضان، اخيرا كابتن سعد عبد الحفيظ، كل دول مروا بتجارب اداريه، والاهلي من يعني افتتح مدرسه كره القدم، مدرسة فكرة مدير الكرة القدم. يعني عدد كبير جدا حتى من أندية في الدوري الممتاز بدأ يستعين بهذه الفكرة. فدعنا ننتظر ونرى بركات. صحيح في بعض الناس بيوجهوا له بعض الانتقادات وبعض الأجابة، بيقولوا أن بركات يعني شخصية خفيفة وشخصية فاني، وأن بركات لا، أنت حضرتك ما شفتش بركات لما هيتعامل إزاي، ما تعرفش شخصيته. لا، أبرز دليل زي ما قلت في أول الحلقة أستاذ أوسي، أن احنا كنا بنشوف بركات في منتهى الجدية في المباريات، يعني ده شغله. لا ما بيهزرش في شغله، في الشغل طبيعي شغله برضه ده مش هيهزر طبعا في الشغل. كان منضبط جدا، ملتزم جدا، كان احد ابرز العوامل اللي بتصنع النجاح وتصنع الانتصار للنادي الاهلي، خصوصا في المباريات الكبيره، خصوصا في المواقف الثقيله. كنت بتلاقي بركات موجود دايما سند في ظهرك. اعتقد ان كابتن حسام يعني لم يختاره من فراغ، مؤكد ان هيكون له دور مهم جدا. ومؤكد ان الكابتن حسام بدري عارف ده، لان حسام بدري اتعامل معاه في النادي الاهلي فعارف شخصيته. لو عارف ان بركات شخصيه خفيفه مش هيقدر يدير عمره ما كان اختاره، والا كان اختار اي حد تاني. يعني فدعنا ننتظر ونرى هذا الامر. انا متوقع للجهاز بالكامل النجاح ما لم تحدث. يعني هناك اشياء غير مقبوله، يعني هتقول لي ايه الاشياء غير مقبوله؟ طيب هي طيب يعني لو حد حاول يزرع الفكره الاهلي والزمالك، وان الكابتن حسام البدري هو لم يختار طارق مصطفى، وان طارق مصطفى فرض عليه هو وايمن طاهر، اعتقد ان ده ممكن تعمل مشاكل. كمان تعامل الكابتن حسام نفسه مع الجهاز هو اللي هيوضح لنا شكل الجهاز ده، وهو اللي هيحدد مدى قدره هذا الجهاز على التناسق والانسجام والانضباط والنجاح ان شاء الله. يعني فلو الراجل تعامل مع الكل بهذا الشكل وما اعتمدش على احمد ايوب وطارق مصطفى، اعتقد ان الكابتن حسام اذكى من ذلك بكثير، ومش وما اعتقدش ان ده ممكن يحصل. ويعني ما اعتقدش ان ممكن يكون في تهميش لطارق مصطفى مثلا، يعني فالمؤكد ان يكون هيكون في يعني كل حد في الجهاز ليه ادوار، واعتقد هو قادر على توزيع هذه الادوار، واعتقد ان ده هيساعد على النجاح. يعني حسام البدري بشخصيته القويه وتاريخه الكبير مع النادي الاهلي اصبح عنده خبرات كبيره متراكمه في كيفيه الاداره وكيفيه الاداره الفنيه بالتحديد كمان، والتعامل مع الجهاز المعاون. وكلنا ثقة كاملة في الكابتن حسام البدري، وكلنا دعم ومساندة لهذا الجهاز لتحقيق أهداف المصريين واللي بتتمثل في بطولة الأمم الأفريقية أو المنافسة على هذه البطولة، وأيضا الصعود لبطولة كأس العالم. هستفيد في الحديث وتصريحات الأستاذ عمرو الجنايني والكابتن حسام البدري النهاردة في المؤتمر الصحفي بعد الفاصل مع ضيفنا العزيز الأستاذ محمد الأوسي. استنونا. نكمل كلامنا يا استاذ اوسي. كنا بنتكلم على المؤتمر الصحفي بالكابتن حسام او الخاص بالكابتن حسام بدري النهارده، وانا عايز ابتدي بتصريحات الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه، وابرز هذه التصريحات من وجهه نظرك شايفها ازاي. هو بالتحديد اتكلم على اليه اختيار الكابتن حسام بدري والمعايير اللي على اساسها تم اختيار الكابتن حسام بدري، وتطرق لقصه محمد صلاح وما حدث في هذه الازمه. تعليقك ايه؟ احنا دلوقتي امام نقطتين، اللي هو المعايير والراجل اتكلم عنها، والحمد لله المعايير اسفرت عن جهاز انا من وجهه نظري اراه جهازا مناسب. يعني مناسبه لمنتخب مصر بشكل كبير جدا، وان سعيد بهذا الجهاز وان شاء الله ربنا ان شاء الله باذن الله. فالمعايير اللي وضعت وطبقت يعني جت
بشخصية مناسبة لهذا الأمر، وإن شاء الله تكون جيدة، ويا رب دايما يكون عندنا معايير دايما في الاختيارات في المدربين، في تكون عندنا معايير فنية يعني تدي الكفاءة وتدي الموهبة وتدي اللي يقدر يحقق الهدف حقه، يبقى ده موجود في مصر في كل مكان، وأعتقد إن ده التوجه اللي موجود في البلد كلها إن شاء الله في المرحلة المقبلة يعني. إن شاء الله. أما موضوع محمد صلاح فده طبعا موضوع يعني نقدر نحطه كده تحت عنوان اسمه المهزلة. المهزلة المرتبطة بخطأ إداري. كويس. الخطأ الإداري ده القصور في التعامل مع الموضوع باهتمام كبير، الإهمال، عدم إدراك اللي كان مسؤول عن اتحاد الكرة في هذا الوقت لمهام منصبه ومهام وقعه، عدم اهتمام اتحاد الكرة أو اللي كان مكلف المدير التنفيذي العميد ثروت سويلم بهذا الملف. يعني حتى لو حضرتك بتقول انك رحت تحج، ربنا يتقبل وحجه مبرور وذنبه مغفور ان شاء الله، المفروض حضرتك مسافر وعارف ان في ملفات 1 2 3 4 من ضمنها واحد من اهم الملفات، انا كمصر انا الداعم رقم واحد في العالم لمحمد صلاح، ياخد صوتي كمدرب، ياخد صوتي ككابتن، ياخد صوتي كاعلام، ايا كان مستوى محمد صلاح ده انا لازم ادي محمد صلاح، انا مع محمد صلاح قلبا وقالبا. انا شايف محمد صلاح احسن من ميسي واحسن من رونالدو. هتقول لي بقى يعني البعض بيقول لك دي اراء شخصيه وبتحكي، لا لا مش اراء شخصيه، لا دي مش اراء شخصيه، او الصحفي اللي ادى صوته لساديو ماني مش لمحمد صلاح، وهو الاستاذ دانيال أعطى. لا يعني مع احترامنا للصوت الاعلامي والاستاذ هاني دانيال انا ما اعرفوش شخصيا، وهو ليس صحفيا معروف يعني لدينا في الوسط الصحفي ولا في الوسط الاعلامي ولا في رابطه النقاد الرياضيين، زي ما كل زمايلنا قالوا يعني احنا فوجئنا بيه، هم بيقولوا بقى له 4 سنين، ربما موجود بقى 4 سنين ونحن غير مهتمين بصوت مصر راح لمين، لان ما فيش حد يهمنا، اما وان مصر بقت جزء مهم جدا من عمليه الاختيار، وبقى لينا لاعب موجود في المركز الرابع، ممكن يبقى الثالث ممكن يبقى الثاني، كل ده كان يفرق معانا طبعا. فانا لما اجي اصوت لمحمد صلاح ثم بالمنطق والعقل، يعني انت اللي بيقول لي طب محمد صلاح عامل انجازات احسن من رونالدو، يا يعني محمد صلاح واخد دوري ابطال اوروبا، واخد سوبر اوروبا، هداف الدوري الانجليزي، واحد من افضل لاعب في الدوري الانجليزي، الكلام ده مش عند رونالدو، واخد ميسي، واخد طبعا ميسي موهبه عظيمه طبعاً جدا أسطورة. بس انت ايه المعايير اللي حضرتك بتحطها علشان تمنح جائزه احسن لاعب؟ اكيد حقق انجازات، حقق نتائج كويسه، خد بطولات، خد الهداف البطوله، خد احسن لاعب في البطوله المحليه بتاعته، خد احسن لاعب في اوروبا. اذا قصه صلاح منقسمه لشقين يا استاذ اوسي، شق يتعلق بالخطا الاداري الاتحاد المصري لكره القدم، والشق الاخر يتعلق بتصويت المصريين بالتحديد الاعلامي المصري واللي مداه صوته لمحمد صلاح. انا ده حاجه كارثيه يعني، ازاي شايفها كده؟ طبعا انا شايفها حاجه كارثيه طبعا. ما هتقوليش اراء شخصيه، لا مش اراء شخصيه، انا شايف ان محمد صلاح اعظم لاعب في العالم، ولما انا ما اقولش عليه اعظم لاعب في العالم مين هيقول عليه؟ يعني ما تقوليش بقى فير بقى وان ده لازم يكون تقييمك موضوعي، لما يكون ابن بلدي موجود في وصوتي دايما انا متحيز ليه، انا لازم لازم انحاز ليه، وناس كتير جدا انحازوا ليه، وغير ان اللي حصل الخطا الاداري ده يعني في حاجات في الفيفا في طبقا، وده اثبتوه انتوا في البرنامج هنا بالمستندات، صوت السوداني الراجل اكد لك ان انا مختار محمد صلاح، وفوجئ ان محمد صلاح مش ضمن اختياراته، ده اختيارات مختلفه تماما عن اللي هو اختاره، وده ممكن ياخدنا في طريق ان هناك اراء كثيره جدا بتمشي، هي فقدت جزء كبير من مصداقيتها هذه بالظبط، لان في رهانات ومراهنات بتبقى كبيره جدا على هذا الامر، وفي توجهات في هذا الامر، وفي جانب تسويقي وجانب تصويتي يعني وجانب تسويقي تسويقي، فطبعا يعني حاجات كثيره جدا تجمعت. كم ممكن محمد صلاح محمد صلاح من وجهه نظري له الحق ان يحزن طبعًا ان بلد ما وقفتش جنبه طبعا. انا شايف ان مصر يعني مش فقط تكتفي بانها تصوت لمحمد صلاح، بل ان مصر لابد ان تكون داعمه لمحمد صلاح. ازاي نكون داعمه؟ انا ليه علاقات دوليه وليه علاقات مع اتحادات، على الاقل الاتحادات القاريه والاتحادات الافريقيه اللي بينه وبينها علاقات يعني يعني انا مش هجبر حد على التصويت، بس لما اكون ليه علاقه قويه جدا برئيس اتحاد الكره في اي دوله ما اقدر اتصل واتواصل واطالب بدعمه، سواء دعم او ما دعمش دي قضيه ثانيه يعني، بس ده اللي المفروض يبقى موجود، اسعى يعني اسعى اسعى لهذا يعني، والحاجات دي بيبقى كلها دور كبير جدا في الموضوع. لو كان محمد صلاح خد بعض الدعم مننا وخد اصواتنا اعتقد كان ربما تجاوز رونالدو ودخل في المرتبه الثالثه، فله الحق ان يحزن، لكن ما ليس لمحمد صلاح الحق فيه هو ما فعله على حسابه الخاص على تويتر عندما حذف اسم منتخب مصر. احنا حزنانين على اللي حصل معاك وحزننا من اللي حصل منك. حلو. شايف ان هو اتسرع طبعا، يبقى ده لان ما حدث محمد صلاح في سرعه رد فعل
في تهور، في انفعال، في غضب سريع يعقبه نتائج وقرارات. محمد صلاح ليس صغيرا، اقصد ليس صغيرا في القيمه وفي المنزله وفي النجوميه وفي العقليه، حتى لو كان في 25 26، الا انه يعني نجم كبير ونجم عظيم يستحق التقدير والاحترام. فما يصدر عنه قرارات محمد صلاح يعني اعتقد ان خلفه مؤسسه بتديره، فلا يجب ان يغضب، لا يجب ان يكون رد فعله مباشر وسريع بهذا الشكل. ومش ومهما حصل من خطا من اتحاد الكوره، فمنتخب مصر فوق كل شيء. انت مش بتلعب باسم اتحاد الكوره، انت بتلعب باسم منتخب، انت بتلعب باسم مصر. انت بتلعب تحت رايه مصر، يعني تحت العلم المصري. انت بترتدي الوان منتخب مصر اللي هي موجوده مع اي اتحاد كوره، سواء كان مجلس اداره مع الكابتن هاني ابو ريده، او العميد ثروت لما جه كفتره مؤقته، او اللجنه اللي موجوده، او من سياتي بعد. كل ده في النهايه بياتي ويذهب، يعني وزائل الباقي هو اسم منتخب مصر، وشرف لاي حد ان يكون أكيد. يعني جندي من جنود هذا البلد يكون موجود فيها. فمش انا دلوقتي لو حد زعلني في مصر يعني اروح اهاجم مصر واقول انا مش مصري. طبعا الكلام ده مش مظبوط، ويعني الكلام ده بيلام عليه. توضيح، هو ما قالش ان هو مش مصري، هو بس لا يعني بضرك مثل يعني ما حذف يعني يعني ده ما يخلينيش اتهور واخد حاجات ضد بلدي ايا كان الموقع اللي انا موجود فيه. يعني انا لو بلعب باسم بلدي في اي حاجه، او بمثل بلدي في اي حاجه، ما اجيش انزع الصفه دي واقول انا ما تنتميش للصفه دي، ما اجيش انزع منتخب مصر مني واقول انا مش لاعب منتخب مصر. فمنتخب مصر شرف لصلاح وشرف لكل مصري موجود فيه، ودي كانت الغلطه بتاعت صلاح، واعتقد ان هي رده فعل غاضبه وسحابة ستزول سريعا، ويعود محمد صلاح الى حضن مصر ان شاء الله، ويرفع رايه مصر، ويكون عاملا مهما في الكره المصريه. التعامل مع الخطا الاداري كيف يجب ان يكون؟ لا طبعا لابد ان يكون في تعامل، لابد ان يكون في تحقيقات، ولابد ان يكون في وقفه، ولابد ان يستدعى العميد ثروت سويلم لهذا الامر، ويسال في هذا الامر، وكيف وقع في هذا الخطا. هو الان خارج الاتحاد يسال، ومن في الاتحاد ايضا يسالون في هذا الامر يعني. وتكون هناك يعني لو في حد متسبب حتى اداريين جوه الاتحاد وارسلوا بهذا الشكل، لابد من عقوبه واضحه ومحدده، لان عيب قوي لان عيب قوي ان ده يحصل من مصر، بغض النظر عن محمد صلاح، عيب قوي ان صوت مصر يبطل. والفيفا كمان بررت ان ليه صوت بوتل بالظبط، صوت بوتل، ان لازم المنوط باداره اتحاد الكوره في هذا الوقت هو المدير التنفيذي، وهو المدير التنفيذي نظرا لاستقاله مجلس اداره الاتحاد، كان المفروض يوقع العميد ثروت سويلم. الراجل ما وقعش، وغير كده ان المفروض طبعا المدير الفني للمنتخب الاول اللي هو كان خفير اجيري وتم اقالته او استقال، لا تم اقالته، تم اقالته، ان كان يتم ان ياتي بالمدرب المنتخب يقول لهم، كان لابد يعني على الاقل لو في اهتمام بهذا الامر كان ممكن يحصل اتصالات. كابتن شوقي غريب هو اللي صوت يعني، ماشي، بس هو في مشاكل في ان مثلا في حروف لازم تتكتب كابيتال وحروف تتكتب، طب يعني الحاجات دي بسيطه جدا يعني، احنا يعني المفروض ملومين احنا بالحاجات دي يعني كناس مسؤوله في انت بتتكلم يعني انت اتحاد جمهوريه مصر العربيه، اتحاد كره القدم في مصر، يعني عمليه مش قليله يعني. طيب نتمنى ان الامور دي تتلم بسرعه وتنتهي سريعا، لان محمد صلاح لا غنى عنه عن مصر، ومصر ايضا لن تستغنى عن ابنها الذي هو قيمه كرويه عالميه. اكيد يعني. تصريحات الاستاذ عمرو جنايني قادتنا للحديث عن محمد صلاح، فبالتالي سريعا بإجازة عايز اتكلم عن تصريحات الكابتن حسام البدري وتعليقك عليها، وابرز هذه التصريحات بالنسبه لنا احنا فيما يتعلق بعلاقته بالنادي الاهلي وفضل النادي الاهلي عليه حتى الوصول لهذه المكانه وهذه المرتبه. طبعا يعني ده اي ابن من ابناء النادي الاهلي دايما بيعترف بفضل النادي الاهلي، ولولا ربنا سبحانه وتعالى ثم النادي الاهلي طبعا ما كان يعني حسام البدري في هذه المرتبه يعني. أكيد. يعني اي حد بيحتك بالنادي الاهلي او يرتبط اسمه بالنادي الاهلي بيعلى نجمه، بيزداد شهره، أكيد. بيزداد تألق طبعا، بتعلى قيمته الفنيه وقيمته التدريبيه، شرف ما بعده شرف. اي لاعب بيلعب في اي مكان حاجه، ولما يجي يلعب في النادي الاهلي بيبقى حاجه تانية خالص مختلفه. فده استفاد منه كابتن حسام البدري، بيستفيد منه اي لاعب في النادي الاهلي بكل اسم يعني. شوف هو لما بيمشي في الشارع الجمهور بيبقى معاه، انا يعني بتكلم مع اي لاعب ارتدى التيشيرت الاحمر النادي الاهلي، او اي لاعب من النادي الاهلي دلوقتي ماشي في الشارع مع اي لاعب من اي فرقه ثانيه، هتلاقي فرق كبير جدا في في في, في مش الفرق يعني في المعامله، بالعكس الناس كلها بتحترم الناس، بس ده اللي بيروح النادي الاهلي يعني بتبقى فيه نجوميه وفي تركيز وفي اهتمام كبير جدا. سبب جمهور النادي الاهلي الكبير يعني، النادي الاهلي قيمته العظيمه في هذا الجمهور العظيم طبعا، هذه الملايين المنتشره في ارجاء مصر وخارج مصر وداخل مصر. فالمؤكد ان كابتن حسام بدري استفاد من وجوده في الاهلي منذ ان بدا في قلب دفاع النادي الاهلي نجما
حتى اعتزل كرة القدم، ثم أكمل مسيرته في قطاع الناشئين وتولى السلك التدريبي سار فيه أو الطريق التدريبي من مدرب مساعد حتى وصل للمدرب الفني، حتى وصل إلى أقصى ما كان يتمناه وهو المدرب الفني لمنتخب مصر. ففضل النادي الأهلي عليه مهم جدا، وأن يذكره فهو راجل يعني نكينه له كل الاحترام والتقدير طبعا، يعني أي حد لازم طبعاً يرجع الفضل لمن له الفضل عليه، يعني سواء في الأهلي أو في الزمالك من لا يشكر فضل الناس لا يشكر الله بالظبط، فطبيعي شيء منطقي جدا. بالتالي عايز اتكلم عن النادي الاهلي بقى من خلال الفتره اللي فاتت، واخر حلقه احنا كنا فيها مع بعض يوم الخميس اللي فات كان لسه ماتش السوبر ما اتلعبش، كنا قبل السوبر قبل مش كده؟ السوبر على طول السوبر. كنت قلت لك جمله مهمه فاكرها؟ مش فاكرها بصراحه. قلت ايه؟ لا كنا يوم الخميس في نهايه الحلقه وقلت لك ان شاء الله يوم السبت المبهجة حلقه مبهجة عندك حلقه مبهجه يعني حلقه مبهجه كنت يعني طبعا يعني الواحد كان بيتمنى ان الاهلي يحقق هذا اللقب السوبر رغم كل ما اشيح حول النادي الاهلي قبل المباراه ان المباراه منتهيه وان المباراه يعني خلصانه، ولما منافسك الكبير يصل الى المرحله تاكد ان النصر القادم في الطريق، يعني مباريات كثيره مباريات الاهلي والزمالك الاهلي حسمها بروحه بعزمته باصراره بمهم جدا، والسوبر يعني واضح ان هو بطوله الاهلي رغم ان الاهلي التقى مع زاك 6 مرات ان زاك اخذ السوبر مره والاهلي 5 مرات البطولة، يعني الأهلي 11 مرة مقابل 3 للزمالك، فالأمور في فوارق كبيرة جدا في البطولات وفي الإنجازات. كانت مباراة الحقيقة كانت مباراة يعني عظيمة بالنسبة لنادي الأهلي، وعظمتها ليس فقط في الأداء وليس فقط في التقدم بفارق 3 أهداف قبل أن يعني الزمالك يسجل ركلتي جزاء يعني من أخطاء نعرف سببها، عظمتها في أن هذه المباراة كانت زي ما قلت لك ان مباراه السوبر دي يعني ستكون يعني جواز مرور فايلر لقلوب جماهير النادي الاهلي بالظبط، وقد كانت يعني فايلر قبل مباراه السوبر يختلف تماما عن فايلر بعد مباراه السوبر، الدنيا اختلفت تماما، يعني الاجواء بقت حواليها هادئه بقت ناعمه بقى في تأييد بقى في قبول شديد جدا بقى في يعني اشاده بالرؤيه البعيده للاداره اللي اختارت حد وتعرضت لهجوم وتحملت هذا الهجوم حتى الراجل جه واثبت جداره، طبعا مش هنقدر برضه نحكم عليه اكيد لسه بدري طبعا لسه بدري، مش عايزين برضه نتسرع في الحكم سواء في الثلاث ماتشات اللي لعبهم وكسبهم لغايه دلوقتي كانوا سبورت والزمالك وسموحه، وماتش الزمالك ده كوم واي ماتشات تانية كوم أكيد. لان المدرب الكبير بيبان في الماتشات الكبيره وقدراته على اداره الماتشات الكبيره وهو نجح في هذا الاختبار، لكن دعنا ننتظر عليه. وشفنا في ماتش السموحه يعني شفنا الفكر في الماتشين دول تقريبا متشابه، اذا هناك اشياء تدريبيه تحدث في النادي الاهلي وهناك ادوار للاعبين وهناك تحفيز لجمل معينه وهناك تكتيك بيلعب بيه وهناك اسلوب لعب النادي الاهلي بيلعب بيه، شفنا شخصيه الاهلي في كتير من الاحوال بعض ادوار اللعيبه بتتغير بعض اللعيبه بيتطور مستواها وبتقدم بشكل منظم، يعني لغايه دلوقتي ما فيش مدرب يقدر يقول لك ريني فاير بيلعب ازاي، يعني هو بيفاجئ الناس في كل مباراه بشكل مختلف يعني. دعونا نشوف هذه التجربه علشان نحكم عليها بعد ما تكتمل ان شاء الله بعد عدد اخر من المباريات، هيظهر فكره الكامل وتظهر رؤيته الكامله، لكن انا شايف ان هو يعني بيغير جلد الاهلي تكتيكيا، بيغير يعني طريقه اداء الاهلي طريقه لعب الاهلي، ان شاء الله الاهلي على قديه يكون في شكل محترم وفي قلب محترم وفي صوره محترمه يعني. متفائل جدا. طيب بالتالي احنا مجبولين على مباراه ايضا مهمه، مباراه كانو سبورت، حتى لو النادي الاهلي كان كسب في مباراه الذهاب 2-0 لكن هي تبقى مباراه غايه في الاهميه لعده اعتبارات. بتشوف المباراه دي ازاي؟ ولا اهميتها يعني؟ طبعا المباراه دي تم لعب منها شوط واحد خارج البلاد تمام، صحيح الاهلي كسب 2-0 لكن هذا لا يعني ان الامور انتهت تماما، كره القدم لابد ان تتعامل معها بجديه، لابد ان تتعامل معها احترام، الغرور ممنوع والاعتماد على نتيجه وان الامور قد حسمت ممنوع ومرفوض في كره القدم. ياما مباريات الناس كانت فاقده فيها الامل، يعني لو تخيلت مثلا ماتش ليفربول وبرشلونه في دوري الابطال في الموسم المنتهي من كان يتخيل ما يحدث عوده في ليفربول هل حد كان فينا؟ كانت صعبة طبعا، مش صعب حد فينا، انت نفسك يعني شكيت لحظة لا ما كنتش متوقع ان ليفربول ترجع طبعا، لا ولا اي حد في العالم تقريبا يعني، لكن لان هو برضه داخل وواثق ان الامور خلصانه، هيجيب جون هيجيب 2 هيجيب 3
لا ده جاب جون واثنين وثلاثة وجاب الأربعة كمان وكان ممكن يجيب الخمس. بالزبط. فدي كرة القدم اللي لابد أن تحترم منافسك حتى لو أنت كنت قهرت وضامن التفوق والتغلب والمرور عبره مهما كان الفوارق بين الأهلي وبين كانو سبورت والفريق الحديث الذي تشكل منذ سنوات قليلة لا تعدى خمس سنوات. لكن كرة القدم لا تعترف بها، كرة القدم تعترف بالجهد، تعترف بالعطاء، تعترف باحترام الآخر وتقديره حتى تحقق الفوز، فتنهي مباراتك وتتميز. أعتقد أنها تكون برضو تجربة مهمة جدا للأهلي والفيرر ويقدروا يجربوا فيها بشكل قوي، لا سيما انه خلق روح من التنافس الكبير بين اللاعبين. يعني اي لاعب من الاهلي دلوقتي بينزل يبقى عايز بلغه الكره بيعايز ياكل النجيله عشان يثبت نفسه للمدير الفني، لا سيما انه اكد ان مفيش لاعب اساسي في النادي الاهلي، مفيش تشكيله اساسيه للنادي الاهلي، كل المجموعه اللي موجودين اساسيين. وشفنا ده يعني الناس اندهشت جدا لما جه في ماتش سموحه وشفناه مقعد كل نجوم ماتش الزمالك على الدكه، وماتش سموحه مش سهل على الاطلاق يعني. ده ماتش افتتاح للدوري، فرقه صعبه، فرقه رزله، معاه جهاز فني قوي جدا، كابتن حسام حسن حماسي دايما بيعمل نتائج مميزه قدام النادي الاهلي، فكون يعمل الحاجات دي فده خلق اجواء تنافسيه كبيره جدا بين اللعيبه في الفريق. طيب وده لمصلحه الفريق اكيد طبعا. في امور كتير عايز اتكلم مع حضرتك فيها في وقت ضيق جدا في الحقيقه. عايز ابتدي بموضوع هدى جوده نجمة النادي الأهلي في تنس الطاولة واللي قدرت إن هي تفوز ببطولة الجمهورية، هي عندها 12 سنة، كسبت منافستها في نادي الزمالك في النهائي 3-0، عندها 27 سنة وشاركت لظروف مختلفة لكن كانت قد الحدث وقدرت إن هي تفوز بالبطولة دي. تعليقك إيه؟ أنت بتتكلم في 12 سنة ضد 27 سنة. يعني فرق كبير جدا في الخبرات بين الاثنين، فرق كبير جدا في اللياقه الفنيه، اللياقه البدنيه، المواقف اللي مروا بيها في الملاعب. فلما بتكلم فدي اعتقد دي موهبة عبقريه طبعاً. عظيمه جدا يعني، فاعتقد ان دي يعني ممكن تذهب بعيدا في تنس الطاوله او في الرياضه اللي هي بتحبها. تحيه وتقدير ليها طبعا يعني، وحاجه عظيمه الحقيقه يعني، تستحق الفخر طبعا. انجاز كبير عشان انت بتتكلم في 12 سنه يعني 12 سنه ده لسه تعتبر في طفولتها يعني بالزبط. وفي طفوله اللعبه يعني ما زالت في البدايات، ولاعب لاعبه عندها 27 سنه يعني خدت بطولات قاريه وبطولات دوليه وبطولات محليه وخسرت وكسبت ومرت مواقف كتيره جدا. ان تتغلب عليا طفله فهذا انجاز عظيم جدا يحسب لهذه الاهلاويه التي تبشر بخير كثير. بالظبط، حاجه طبعا كبيره جدا ولازم نحيها مره ثانيه وثالثه وعشره كمان، لان هي نجمه كبيره ومنتظر منها المزيد باذن الله لمصر للنادي الاهلي. استاذ اوسي سريعا عايز اتكلم على الدوري خصوصا في ظل عدد كبير من الصفقات اللي حدثت في بطوله الدوري العام السنه دي، بتقيم بدايه البطوله ازاي في الاسبوع الاول بالتحديد؟ النهارده كان بدايه الاسبوع الثاني. يعني انا شفت البدايه بدايه جيده، بدايه قويه، بدايه تشجع على ان احنا ممكن يكون عندنا الدوري قوي، الدوري ساخن، دوري في كره قدم، بس ينقصه ان احنا لازم نرجع له الجماهير ان شاء الله. ان شاء الله يعني اعتقد ان ده محل دراسه. يعني كل الفرق دعمت نفسها في النسخه 61، زي ما احنا عارفين اتلعب 60 نسخه، الاهلي واخد منهم 41 بطوله وبقيه الفرق واخده 19 بطوله، منها 12 للزمالك، 3 للاسماعيلي، ترسانه الاولمبي، المحله، المقاولين، دول العظماء السبعه للدوري، العظماء السبعه واعظمهم النادي الاهلي بتاريخه الكبير وتاريخه العظيم. الدوري السنه دي يعني بيدخل فيه الفريق رقم 69، لعب فيه 68 فريق على مدار تاريخه من موسم 48 لغايه دلوقتي. طبعا الفريق 69 اللي هو فريق اف سي مصر اللي اول مره يشارك، لو اتكلمنا عن اسوان وطنطا اللي جايين بيشاركوا لاول مره، لا مش بيشاركوا لاول مره، ليهم مشاركات كبيره جدا، بل فريق طنطا فريق مؤسس من سنه 32 وله 10 مشاركات من قبل، واسوان ليه مشاركات عديده ولهم انجازات ولهم مراكز ولهم قدرات كبيره جدا. شايف ان التدعيمات كانت كبيره جدا، وصلت الى 20 و21 في عدد كبير جدا من الفرق، وصلت الى ده رقم كبير جدا يعني، في فرق غيرت جلدها بالكامل وفرق كبيره موجوده في المسابقه. يعني اقل فريق اجرى تدعيمات هو النادي الاهلي، كان 4 لاعبين فقط لا غير اللي ضمهم الاهلي هذا الموسم. يعني ده دليل على ان الاهلي بيختار صفقات معينه بتخدم على الاهلي. جاب 3 صفقات تقريبا بس، جدد اعاره رمضان بالظبط يعني، بالظبط يعني تجديد اعاره رمضان، وكان في اللي هم 3 صفقات، الثلاث صفقات متولي واليو ديانج وافشه يعني. بالظبط. غير كده لما بصيت وراجعت قوائم الانديه اكتشفت يعني ارقام مهوله، يعني 9 10 في الوسط ل 20 21 يعني.
فشايف ان الكلام ده يعني هيؤتي ثماره في الدوري. هنشوف مسابقه قويه، مسابقه مميزه، مسابقه جيده. شايف نسبه التهديف تفوق هدفين في المباريات اللي اتلعبت. شفنا الاسبوع الاول شهد 19 هدف، ودي نسبه كويسه جدا ونسبه مهمه جدا. شفنا معظم الفرق الكبيره يعني حققت انتصارات، ما فيش مفاجات كتيره، لكن لا نحكم على احد في هذه الجوله، محتاجين بعض الجولات وتظهر الصوره، والكبار دائما هم من يكملون المشوار في هذه المسابقه التي يطلق عليها مسابقه النفس الطويل. اخيرا، كيف يمكن الاعلام الرياضي ان يوقظ الحس الوطني للجماهير ودعوتهم للتصرف بالعقلانيه في اطار الروح الرياضيه من وجهه نظرك؟ بص، الجمهور الكوره هو يعني يمثل جانب كبير جدا من الشعب المصري طبعا، بل ان غالبيه الشعب المصري بيعشق كره القدم. اذا جماهير الكوره خاصه وجماهير الرياضه عامه يعني كثيرين جدا في كل انحاء مصر. طبعا على الاعلام الرياضي ان يلعب هذا الدور ويبث الحس الوطني، وزي ما قلنا ان الرياضه يعني اصبحت الان وسيله من وسائل الانتماء للوطن، اللي بتساعد على الفخر بالوطن، اللي بتساعد على الارتباط بالوطن اكتر يعني. فمهم جدا ان احنا نكون مرتبطين بهذا الوطن، محبين لهذا الوطن، داعمين لهذا الوطن، دايما سندا لهذا الوطن، سندا لجيشه العظيم، جيش مصر العظيم المحترم القوي النظيف طلعت عمر، شرطة مصر، قيادات مصر. ده مهم جدا، عايزين نحافظ على دولتنا وكيان الدولة المصرية، لان احنا مرينا بتجارب مريرة جدا في الثورة اللي حصلت والاحداث اللي حصلت في 2011 و2013 و2014. الان مصر في حالة من الاستقرار، لا نقبل ابدا بهزها او زعزعتها، يعني نريدها مستقرة، نريدها امنة ان شاء الله، وتسير في الطريق السليم. واعتقد ان كل المصريين يدركون هذا جيدا وسيدعمون هذا بقوة ان شاء الله، وسيقفون خلف بلادهم كثيرا. استاذ اوسي، انا اتشرفت واتنورت بحضرتك طبعا، وبشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا كابتن امير، ودايما موفق ومميز في برنامجك يا رب، ودايما الاهلي على انتصارات ووشك حلو كده عليهم ان شاء الله، ودايما حلقاتنا اللي بتيجي قبل الماتشات يعني ان شاء الله برضو يكون سبتا مبهجا باذن الله. ان شاء الله السبت هيبقى اجازه، ماتش يوم السبت. ايوه يوم السبت ماتش الاهلي وكاس سبورت. بالظبط. انا بشكر حضرتك جدا استاذ اوسي، شكرا جزيلا. حلقه كالعاده بتبقى مميزه في حضور الاستاذ اوسي الناقد الرياضي الكبير. تحدثنا في العديد والعديد من الملفات، تحدثنا في كل ما هو جديد، بالتالي ليس لدينا المزيد اليوم. بكره اجازه، اجازه البرنامج يوم السبت ايضا هيكون اجازه لمباراه الاهلي الساعه 8، فمش هنلحق نطلع هوا قبل هذه المباراه. نشوف حضراتكم على الف خير باذن الله يوم الاحد، ونكون ايضا بنبارك باذن الله للنادي الاهلي عقب الصعود لدور ال 16 ودور المجموعات من دوري ابطال افريقيا، هذه البطوله الهامه اللي بينتظرها كل عشاق وجماهير النادي الاهلي في كل مكان. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا في حلقه جديده ان شاء الله، الى اللقاء.